سلامة ما تسيبني. لو ما بعدتش عني هصوت ولم عليك أمي تلاقي لا إلا الله. يا ريت. لو ليه صحيح؟ هو الحلال الغريب حرام على ابن الحتة ولا إيه؟ دليل أدب. بقول لك إيه؟ سيبني. مش هو ده اللي أنت بتجري وراه ولا إيه؟ عملنا إيه بالحب والنحنحة والحاجات دي؟ ولا حاجة. ما دام ولا حاجة، ليك شوف حاجة يا سلامة. قال يا شوق. خير. عايز أعرف بنت حتتي كانت فين؟ مالكش فيه يا عينيا. كنت تقربي إن شاء الله؟ عيب الكلام ده. هو أنت ما تعرفيش إن بنات حتتنا مسؤولين منا ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ بلاش اللون ده، ما يعجبنيش، واخلع بقى. أخلع يا بت. هدومي؟ تصدق إنك قليل أدب بجد. بقول لك إيه؟ اوعي تكوني فاكره ان سلامة اللي كان فاكرك حته البقلاوه في حياته هيسيبك تخربشيه تبقي هبله. اطلعي. بس خلي بالك ابوكي ده راجل غلبان، ما ينفعش على اخر الزمن يتقال عليه معرفش يا ربي. ماشي يا سلامة. قلت له ان انتي فرح واحده صاحبتك. في ايه؟ مالك عامله كده ليه متعفرطه؟ اهو ده اللي انتي فالحه فيه. امشي ورا دماغي يا بت. اسمعي كلام يا بت. انا اللي هعمل واسوي يا بت. اهي باظ درتعتي؟ ايه اللي حصل؟ عمل ايه اللي يتعوج ما يتعدل ولا تقوم لقومه؟ عايز اتجوزني. ايه ده؟ بجد صحيح؟ ما تنشكحيش قوي كده يا اختي. عايز يتجوزني شهرين ثلاثه. اتنين يفرقوه ما يقومش من تحت ايديهم. الواطي. قال بيعرض عليا 70,000 جنيه فاكرني بيع وشروه المعفن. استني 70 ايه؟ لا 70,000؟ لا 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 اقعدي بقى كده وترستعي عشان انا عايزه افهم. تعالي. وايه بقى اللي عايزه تسمعيه؟ يا بت مفيش حاجه في الدنيا دي بتتاخد قفش الا حاجه واحده بس، الفقر. انما اي حاجه تانيه لازم تتعقل وتتقلب يمين وشمال وفوق وتحت. انت ايه؟ في دماغك دي زلط؟ بقولك عايز يجوزني شهرين ثلاثة، انت مش فاهمة ده معناته ايه ولا ايه؟ يا خايبة يا خايبة، عبد العزيز ده بيختبرك بيشوفك هتعملي ايه؟ يختبرني؟ وحتى لو مش كده انت هتتجنني ولا ايه؟ يا بت الست هي اللي تقدر تخلي الراجل يعيش معاها العمر كله، وهي اللي ممكن تخليه يطفش بعد ساعة واحدة بس. بعدين عبد العزيز ده فاضل له قد ايه في الدنيا؟ انما انت بقى حلوة وصغيرة ومفيش حد يقرب منك ويسيبك ابدا. بس كويس انك سبتيه. هو قال لي لو رحت الشغل بكره هيعتبرني كده موافقه. انا هروح له وهقول له انك حكيتي لي على كل حاجه وانه لو لا 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 استني. لو كده اروح له انا بقى واقول له ان انا هعتبر العرض اللي عرضه عليا ده جواز حقيقي، وال 70,000 جنيه دول مهري. ايوه كده فرحي قلبي. احبك وانت مشغله مخك. ويبقى يوريني بقى يقدر يبعد عني ثانيه زي. يا بنت انطق اتكلمي، لساني وجعني من كتر الكلام. طب اجيب لك حاجه يا اختي تاكليها؟ عايزه حاجه. يا فرج ربنا، طب ما انت حلوه اهو لسه بتتكلمي. طب بقول لك ايه، انا اول ما هروح هروح للاستاذ امير. لا مش عايزه حد يعرف عني اي حاجه. حتى الاستاذ امير؟ ليه يا اختي؟ هو ايه اللي حصل؟ هو يا ربي ما فيش حد عدل في الدنيا دي ولا ايه؟ يا ريت كل الناس زي استاذ امير، بس أنا مش عايزة جابر يعرف عني حاجة. جابر؟ الله يخرب بيته جابر. الواطي، ابن الواطي. أصل جابر ده نوع من الرجالة ناقصة، ما بيعملوش يا أختي راجل غير على الغلبانة اللي معاه. أنا تعبانة قوي يا سما، مش عايزة أرجع الحارة، مش عايزة حد يعرف عني أي حاجة، مش عايزة حد يعرف سكتي فين. اطمني يا حبيبتي، أنتِ هنا محدش هيعرف لك طريق. بصي
انا هخرج دلوقتي اظبط الدنيا وهبعت لك البنت جيجي، اطلبي منها اللي انت عايزاه كله. اوعي تتكسفي. ولا انت بقى مش لادد عليكي ساميه؟ عاوزه انام. لا حول الله. طب نامي نامي. أنا مبسوطة أكتر منك. عمري ما كنت أتخيل إن الدنيا تفرحني قوي كده. ليلى في بيتها مبسوطة بتحب حسام، مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تضايقها ولا حد في الدنيا ممكن يضايقها. حسام وليلى في حضنه. الحنان اللي في عينيها بينسيه أي وجع، مش بيخاف من أي حاجة ولا أي حد. أنا أعمل لك مفاجأة، يعني جايب لك حاجة بسيطة كده عشان تفتكريني. أنا فاكراك دايماً، مش محتاجة حاجة تفكرني بيك. غمضي عينيكي. تفتحيش، ما تفتحيش. فتحي. دي ليا أنا؟ آه. دي حلوة جدا. أول مرة حد يجيب لي هدية حلوة كده، أنت جبت لي قبل كده بس يعني. أنت أول مرة أجيب هدية لحد. جبت لي قبل كده على فكرة، يوم عيد ميلادي، أنت ناسي ولا إيه؟ بس أنا برضو بحبها. رايح فين؟ حسام؟ ليلى؟ قلت لي بقى زمان كانوا بيعملوا مع خدام الملكة. حسام؟ مش كده؟ أنا بقى عايز أطمن على نفسي. حسام؟ قدامي! حسام! قدامي!